عادل احنا اتفقنا الحقيقه ان احنا نعمل يوم عندنا هنا نستضيف فيه صحباتنا يعني عشان نقعد مع بعض ويبقى يوم للستات فقط. يوم ايه للستات فقط؟ انتوا مش كفايه عندكم المترو بتاع الانفاق ده بقى متخصص فيه عربيه للستات فقط؟ انتوا عايزين تتسلوا بقى، انا ممكن افكر لكم في حاجه تبقى مفيده، ممكن اقول لكم على افكاري يعني. اي حبيبتي اي انا رانيا. ايوه يا بنتي يوم الجمعه زي ما اتفقنا خلاص. زي ما اتفقنا. لا 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 كلميها انت قولي لها. لا لا اوعي تجيبي جوزك معاكي. لا لا يا بنتي ده احنا ما هنصدق نريح منه. ايوه حرام عليكي. اوكي اوكي طيب يا قلبي باي باي. ليلى بتسلم عليك وبتبوسك من هنا ومن هنا. مش عايزه ابوسها ومش عايزه اسلم عليها. بقول لكم ايه، انا بيتي يا اخوانا ما ينفعش اسيب بيتي، وبعدين ده يوم الجمعه يوم الراحه بتاعتي. يوم الجمعه يا عالم. ادي ضوء ايه عاد انت ليه مكبر الموضوع بالمنظر ده؟ اولا احنا وي هاف تو هاف فان اند ذس از اور رايت تو هاف فان. يس اوف كورس مامي. قصدها انه الترفيه مثل الماء والهواء. يعني انتوا بتدوروا على الميه وعلى الهواء؟ الميه افتحوا الحنفيه هتنزل لكم ميه سخنه وميه ساقعه. عايزين هواء افتحوا الشباك هيجيب لكم هواء بزعبيب بترب كله. لو النبي عادل بلاش حكايه الشباك دي الله يخليك. يا غيرانانا اصلي في ميت سنفتيك ورق قوي جنت تزقنن كده طول النهار والليل يقعد يعكسني. يا ولية اختشي اختشي يا قرشانه، حرام عليكي ده عيل صغير عنده 7 سنين بيروح مع ياسمين الصبح بيركب معاها الباص من قدام الباب. بصوا بقى يا جماعه يا جماعه بصراحه انا مش هقدر اسيب بيتي ده. انا بيتي ده اللي تعبت فيه وبنيته طوبه طوبه واسمنتايه اسمنتايه، في النهايه عايزين تسيبوني البيت وتلموا صاحباتكم وتقعدوا فيه؟ مفيش صاحبات ومفيش ستات هيقعدوا في البيت ده ابدا. اتفضلي يا شيرين نورتي. بقولك ايه، هو انتوا ما عندكوش حاجه ساعه بتقدموها جنب الاكل مثلا ولا حاجه؟ عادل انت مش ملاحظ ان الناس قاعده بقالها كتير؟ يلا اتفضل لو سمحت اطلع يلا اخرج. حاضر حاضر ما انا هخرج. نورتوا يا جماعه نورتوا. سالي نورتي يا سالي. قولي لي يا سالي بقولك ايه، هو جوزك اللي هو التالت ده طلقك امتى يا بنتي؟ هو مش جوزك ده اصلا اللي كان متجوز لبنى؟ لا اللي كان متجوز لبنى ده طليق التاني، التالت بقى كان متجوز نجوى. يا شيخة طب والوحش ده طلقك ليه؟ تخيلي الراجل الناقص بيقول عليا ان انا مهووسة وببصبص لجوازات اصحاباتي. ده الراجل اتهمني في انا ورجوش شيرين. تخيلي يا شيرين. طب يا رانيا انا مضطرة ان انا امشي دلوقتي حالا. مش سايبة انا لوحده في البيت. يا شرف نورتي يا حبيبتي. معلش بقى الظروف. سلميني على انور قوي قوي. سلميني عليه ان شاء الله. باي باي. دودي ازيك يا دودي عامل ايه؟ وحشتني قوي. الله يسلمك. انت عامله ايه؟ الحمد لله انا اخبارك. والله مش خالص. ايه يا دودي حبيبي قلبي. قوم يا بابا قوم يا بقى. اهلا وسهلا يا حبيبتي. تعالي يا حبيبي عندك مواعيد كتير النهارده. يلا يا عمان يلا حبيبي يلا يا ماما. طيب اتكل على الله. تحب ارجع الساعه كام؟ عايزه ايه يا ياسمين؟ بابا ماما عايزه اتصل باصحابي يقولي. اه يا حبيبتي طبعا طالعه اجتماعيه زي الحمد لله يا رب. يلا يا بابا. اعمل ايه؟ ارجع الساعه كام؟ ايه عادل فيها وانت هتاخد اذن عشان ترجع بيتك يا حبيبي؟ مش ممكن يا ايه انت بقى. اقول لك ارجع الساعه 10. بنت بقى مش تاخد وقت ثاني 10 وحته. لا انت بقى بتيجي ما ترجعش خالص. عم اقول لك يا عادل بتروح تقعد مع ما انت ما عندكش صحاب؟ لا عندي صحاب بالهبل هروح لهم. حاضر يا يا يالله. الشاي يلا بدوي. ايوه جاي وعايز الشيشة بلا قطيفة. التلات شالوا صايا. خد دي بقى بالشافة وادعيلي كده. الجنب ده باظ. صح الجنب ده يا ابني انت من امبارح. بص دي راحت فين؟ وريني بقى هتسلكها ازاي؟ دي قفلت خالص. صح والله تسلكها ازاي دي؟ بالظبط كده باش مهندس. انت عارف يا باش مهندس الواد ده ملوش في لعب الدمى. ليه؟ لعب الدمى ده ليه لازم الناس المفتحة، انما ده مخه زنخ ما يعرفش يركز و ما تسحب من الارض يا صحيح يعني دي عايزه لازم سحب من الارض. ده ضعيف ده عايز حد يضمنه ببطاقه. ده انت بتتمسخر عليا؟
خد افتح لي المطوه خلينا نخش. واضح ان الباشا ابن نكته. النمله مؤاخذه. انا اسمي عادل. عدول عاشت الاسامه عدوله. اخوك ضبه وده قفل لا مؤاخذه. اكيد الاخ بقى يبقى مفتاح. ده سريع البديعه والله عسل. صح معروفة. انا مش محتاجة فتاكة يعني. قفله ضبة ومفتاح يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والاخ قفل وضبة ومفتاح يعني. انتوا بما ان الاسامي كده انتوا شغالين في الامن؟ افتح لي المطوة غلطكم. ايه ما قصصت ايه ده دولة؟ ايه يا دولة بقى تيجي ينور من غير ما تقول لي يا دولة؟ معلش يا استاذ رمزي نسيت يا سيدي نسيت. السلام عليكم. الله يسلمك دولة. مش تعرفنا على اصحابك الجداد دولت؟ يا حياتي مالك يا عادل؟ مالك مموس كده ليه ومزعل نفسك قوي كده؟ انا زعلان؟ وانا في ايه زعلني يعني؟ ايه اللي يخليني ازعل يعني؟ ده شكل واحد زعلان؟ ده شكل واحد زعلان اطلاقا. انا برضو قلت كده بصراحه. ما فيش حاجه تزعل اساسا، بس انا حبيت بس ان انا اتاكد ان انت كويس يعني. انا كويس. وبعدين يا رانيا يعني ايه انزل من بيتنا يعني؟ يعني ايه؟ وبعدين اروح اقعد مع رمزي؟ اقعد مع رمزي اقابل رمزي مرتين في اليوم، مره في البازار وبالليل في القهوه؟ حرام. ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ بصي يا بيبي، انا عارفه ومتاكده ان انت بتحاول تطلع الغضب الكامن في نفسيتك. رانيا رانيا ايه 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 ده؟ ايه يعني ايه؟ ايه اللي حجمه كده مضايقني يعني؟ رانيا لو سمحت مش عايز افتئات. ما بص يا بيبي، انا كنت متصوره طبعا يعني ان انت لما هتخرج وتتفسح وتقابل اصحابك هتستمتع وتنبسط كده يعني. هو انا يعني كنت عايز اعرف ايه ده يا بيبي؟ هو انت ما عندكش صحاب غير رمزي ولا ايه؟ رمزي ايه اللي صاحبي؟ رمزي ده ابن عمي وغصب عني يعني. انا مش قصدي ولا حاجه. انا عندي اصحاب يا ماما، لو جم ان هو عزمتهم في البيت مش هيقدروا يقفوا حتى على رجل واحده. خس عليك يا عادل. ليه يا حبيبي كده؟ انت جايب صحابك تعذبهم؟ لا يعني مش هيقدروا يقفوا على رجل واحده على اساس الشقه تبقى زحمه من كميه الاصحاب بتوعي. انا عندي اصحاب كتير جدا. طب ما تعزمهم عندنا هنا. اعزمهم اهو تنبسط ولا تضايق نفسك ابدا يا عادل. اعزمهم. طبعا بقى زي ما انا فكرت فيكوا وسبت لكم يوم الجمعه اللي فاتت ترفهوا فيه عن نفسكوا، فمتهيالي يعني من حقي ان انا اخد يوم زي كده. مش هقول لكم طبعا انا رحت فين عشان ما سيرش عندكم الاحقاد والنفسنه. هتكون رحت فين يعني يا خايب؟ كبيرك اشتريت لك بنص جنيه ترمس ومشيت تقزقزه على كورنيش النيل. عموما انا هسيبك فاكره كده ومش هريحك يا سناء. يا بنتي ده راح يقابل رمزي. يا شيخ ايه ده رمزي؟ ايه لا 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 يعني انا قابلته يعني بالصدفه لان انا كنت موجود في القهوه وبعدين لقيته طب عليا يعني. عموما المهم اليوم ده هيبقى يوم رجالي بس، فبطلب من كل واحده فيكم انها ما تخرجش بره للصاله خالص. طب بقولك ايه عادل، تحب اجيب لك ام حسنين عشان تشوف لكم الفنجان؟ فنجان ايه؟ معقوله يعني يا حماتي؟ بقولك قاعده رجالي فيها حاجات تانية خالص غير اللي انتوا بتعملوها يعني. ايوه يعني انتوا هتعملوا ايه في القعده دي؟ حاجات زي ايه يعني؟ حاجات يعني في افكار هنعملها وفيها كمان حاجات تانية خالص يعني هنعملها، وبس ما فيهاش بقى ايه يعني فنجان ولا الحاجات الحريمي دي يعني. هتعمل ايه يا خايب انت واصحابك الخايبين؟ هتلعبوا ايه يعني؟ هتلعب استيميشن ولا هتلعبوا تحطيب؟ ولو فيكم واحد عدل وذكي هيلعب شطرنج. خلاص خلاص خلاص، احنا هنسمح لك انك تاخد اليوم ده يوم الاربع عشان انا عندي ميعاد مع اصدقائي بروح اخد بنت سلاي في النادي. لا اربع ايه؟ يوم الاثنين عشان انا عندي زيارة عائلية. اربع ايه واثنين؟ انتوا هتنقولي؟ انا اصحابي من الصيع يقدروا ياخدوا اجازة في اي وقت. انا اصحابي رجال اعمال وسياسيين، وفي منهم برضو بعض رجال الاعمال وفي منهم ناس تانية سياسيين يعني، فعشان كده اتفقت معهم بالعافية انهم يقدروا ياخدوا اجازة يوم الجمعة، فاليوم اللي انا هعمله ده هو يوم الجمعة. ياه صحابي بقى، صحابي بقى بتوع زمان يعني، بديع يعني، صبحي يعني، سامر، الناس الهايلة بتوع زمان بقى.
وبديع وصبحي وسامر ده يعني عاملين ازاي يا بيبي؟ عاملين ازاي؟ لعلمك دول ناس ايه؟ ناس نظيفة يعني مش اي كلام. طب ودول شكلهم ايه يعني؟ they looks like ايه يعني عادل؟ يعني دول يا ستي بقى شكلهم ايه؟ مثلا واحد زي بديع ده يعني عارفة شبح حسين فهمي؟ لا كان بيمشي في الكلية الناس بيفتكروه حسين فهمي وجاي يصور مثلا في الكلية وكان معلق نص بنات الجامعة. ايه فعلا؟ واضح. وعندك مثلا واحد زي مثلا صبحي ده بقى فظيع، ده راجل اعمال من الناس الجامده جدا، والعلم كان عايز يخطب سناء هي الغبيه اللي ما رضيتش وراحت اتجوزت محسن اللي طلقها ده. وعندك واحد زي سامر ده بقى يعني نضاره بقى وبتاع، وتحسي كان دايما ما بيغشش ولا بتاعه، كان مثقف جدا ومتعلم جدا يعني لدرجه ان هو ممكن دلوقتي تلاقيه بقى عالم كبير جدا. اوعى او مات.